مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ستيلتون ماسك؟ ما هي ميزات ستيلتون ماسك؟ ما هو ستيلتون ماسك؟ هو رمز مميز للمجتمع، يمكن تصنيفه في فئة عملة ميم. تم إطلاق الرمز المميز بعقد فريد تماماً من الإنكماش، ومنذ ذلك الحين انتقل إلى العمل الفني لـ NFT وخارطة الطريق للمرافق. ما هي ميزات ستيلتون ماسك؟ ستيلتون هي من بناة أفكار استوديو التطوير والتصميم الذي اجتمعا معاً لإنشاء رمز ميم للمجتمع الكبير التالي. ستيلتون هو رمز ERC20 متاح للتداول على يوني سواب. تم تصميم داب بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة التي تم بناء نظام ستيلتون ماسك البيئي عليها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.